بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا سبل الرشاد. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فجعله دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. الكلام كما هو معروف عند أهل الصنعة اللغوية هو لفظ مفيد، وهو مفيد لمعنى يحسن السكوت عليه بحيث لا يحتاج المستمع إلى المزيد، أي يكتفي بما قيل له، فيسمى هذا كلاما. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، وينبغي أن يكون لفظا أي بحرف وصوت. وأما ما كان من الإشارة أو الإيماء أو الكتابة فلا يعد كلاما عند أهل الصنعة، وإن كان يفيد ما أفاده الكلام أو يحصل به المعنى. قد يحصل المعنى بالإشارة، كان يقول لك هكذا ويفيد أقبل، أو يقول لك هكذا ويفيد اكتفيت، لكنه لا يسمى كلاما في الاصطلاح وفي العرف، لأن الأخرس لا يعد متكلما، وإشاراته ليست كلاما بإجماع العلماء والعقلاء وأهل البيان. إذن حينما نقول الكلام ينصب المعنى، وأول ما يذهب إليه الفهم هو الكلام المعروف، وهو الذي ينبغي اعتماده. أما أن نحيد عن هذا المعنى ونأتي بأقيسة أخرى فهذا قد يمكن أن يكون في مجالات أخرى، أما في ما يخاطبنا به ربنا تبارك وتعالى فهو يخاطبنا بلسان عربي مبين. إذن الكلام هو اللفظ الذي دل على معنى، وهذا المعنى يفيد معنى لا يحتاج إلى المزيد، حتى الكلام إذا كان ناقص لا يفيد معنى لا يسمى كلاما. حينما تقول جئت إلى فلان وماذا بعد؟ انتظر، إن تنجح هذا الشرط ما الجواب؟ فلا يسمى كلاما، فلا بد أن يقول تاما حتى يفيد المعنى. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. إذا الكلام قلنا قبل قليل أنه باعتبار هو صفة ذات، وباعتبار آخر هو صفة فعل، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. كلم موسى، موسى خصه الله تبارك وتعالى بأن كلمه، فسمع موسى كلام الله، سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى ووعاه، وهو سمع صوتا، إلا أن الله تبارك وتعالى هيأه لسماع صوته. الله عز وجل يهيئ من يشاء ليسمع صوته، كما أنه يهيئ من يشاء ليراه في المنام، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل قد يأتي أحدنا في منامه فيسمع كلامه، فيسمع كلامه فيكون قد رأى الله أو سمع من الله، لكن هذه الرؤية ليست هي الرؤية الحقيقية التي يستحيل على أحد منا أن يكون من أهلها. الرؤية المنامية ليست كالرؤية الحقيقية،
لكن يمكن أن تقع. ومن ذلك أنه لما يصبح الإنسان يحس بزيادة في الإيمان وبلذة وانشراح وإقبال على الطاعة، فيقول سمعت كلام الله أو سمعت صوت الله أو رأيت الله. هذه المعاني كلها إنما ليست مجازية، إنما تفيد أن الإنسان فعلا في هذا المنام أنه أدرك ما هيأه الله لأجله. فالله يهيئ عباده لما يشاء. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة أخرى في السماوات العلى، هيأه الله لرؤيته. يعني تصور أنت أن ترى شخصا عنده 600 جناح جالس على كرسي في الهواء في السماء قد غطى الأفق، هذا ليس بالأمر الهين، ها؟ أمر عظيم. احنا لو رأينا نسرا، نسر عملاق، لا خطف الأبصار وأخذ بالألباب وتكلموا عليه في فيسبوك شهرين، ها؟ فكيف بمن رأى، من رأى حدثا عظيما ورآه نزلة أخرى، أي في السماوات العلى. إذن هو هيئه الله عز وجل، هيئه. ومع ذلك فإن جبريل بهذا الحجم لم يره غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبصارنا غير قابلة لذلك. لو رآه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا خطف بصره، لأنه غير مهيئ لذلك. كما أننا الآن نحن في هذا المكان معنا ملائكة لا نراهم، نحن غير مهيئين لكي نراهم، معنا جن مسلم ومعنا الشياطين ومعنا قرين، هل نراهم؟ لا نراهم. إذن نحن غير مهيئين لكي نراهم. ولو كان الإنسان أعطاه الله القدرة على أن يرى كل شيء لما استطاع الحياة. يتصور أنت كل ما تدخل البيت تلقى الشياطين كنت تضرب حدا البيت، يقول له هو أدركنا المبيت، أدركنا الطعام، ما سلمش. كل ما تدخل طلع الفوق تلقاك ياكل معك، جالس في الطاولة كيتسنى فيك، هذا يجعل الحياة إيش؟ مستحيلة. لكنه أمر غيبي، فأنت تقوى على أن تتأقلم مع هذه الحياة نسبيا، مثل الموت. لو كنا نستحضر الموت في كل طرفة وفي كل حين لما استطعنا أن نحيا في هذه الحياة، لكننا ننسى ونشتغل بأمور أخرى. وقس على ذلك، مع أن علماء الأصول قالوا بأن جبريل عليه السلام هو لا يخلقه الله خلقا بعد آخر، يعني حينما يأتي في صورة رجل كدحي الكلب رضي الله عنه، أو يأتي في صورة ما، هو لا يخلقه خلقا آخر، بل هو على خلقته الأصلية. وإنما يرى منه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين ما قدره الله له وما هيأه له، وما زاد عن ذلك الحد فهو لا يرى. واضح هذا المعنى؟ يقول حافظ ابن حجر لما كيشوف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في واحد الحالة معينة فهو يرى جزءا مما هيئ لأجله، وما زاد فهو موجود لكنه عمي، يعني لا يراه. انت احنا نشوف السماء قد تمر ملائكة لا نراها، لكن هي تمر، الملائكة راها نازلة طلعة، يعني هي تشتغل وما أكثرها. لقد أطت السماء وحق لها أن تأط، أي ثقلت، ما موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد. كنشوفوا إحنا ما كنشوفوهمش. ولو قدر أن نرى سنرى عجائب وغرائب في السماء، لكن المسلم يحس بذلك. إذن هنا المقصود الذي أردت أن أصل إليه وهو الكلام، كلم الله موسى كلمه، سمعه موسى سمعه موسى عليه السلام، لم يخلق الله الكلام في شجرة ولا في حجر ولا، لا، كلمه تكليما. وناداه من بعيد، ونادينا، فعبر بالمنادات وعبر بالكلام وعبر بالسر وعبر بالنجوى،
هذه كلها تدل على أن الكلام على الحقيقة وليس على غير الحقيقة. كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. إذن الكلام مثل الاستواء اللي قلنا قبله العلو هو قديم النوع حديث الآحاد. قديم النوع حديث الآحاد، قديم النوع أي نوعه قديم لأن الكلام صفة من صفات الله الذاتية. حديث الآحاد لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء، يعني مثلا هذا اليوم قد يتكلم الله عز وجل مع أحد الملائكة، افعل كذا، اذهب إلى فلان وزده كذا، أو بارك لفلان، فلان ذهب لزيارة صديقه اذهب في أثره، استغفر لفلان. فهو يكلم الله عز وجل كل يوم هو في شأن، والشأن ما له قدر وما له قيمة، وما له قدر وقيمة يحتاج إليش؟ إلى خطاب، يحتاج إلى كلام. الله تبارك وتعالى يكلم مخلوقاته سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فيشمل الشأن ما له قيمة، ومنه أنه يكلم. وكما جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وقس على ذلك الأمور الأخرى. قال لا خلق من خلقه، أي أن الكلام ليس مخلوقا، أي أن الله عز وجل يتكلم صفة من صفاته. ومن زعم أن الكلام مخلوق فقد زعم أن الذات الإلهية محل للحوادث، أن الذات الإلهية محل للحوادث، وهذا باطل، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل شيء من خلقه، منزه. ولذلك العلماء يعبروا على هذا المعنى بقولهم أن الله عز وجل بائن من خلقه، لا يقع لا حلول اتحاد بأي معنى. إذن فهو ليس خلقا من خلقه سبحانه وتعالى، بل هو كلامه. وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، الله عز وجل سنراه يوم القيامة، سوف نرى، نسأل الله أن يكتب لي ولكم ذلك واجعلنا من أهلي ذلك. يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سوف ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر أو البدر ليلة تمامه، ليلة الخامس عشر. إذن هذا الرؤيا هل هي رؤيا ورؤية إحاطة؟ كلا. ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، يعني الله عز وجل لا يمكن أن نحيط به رؤيا. الآن كنشوفه في هذا القارورة مثلا، كنشوفه من جميع الجهات، نحيط بها ندركها، نستطيع أن نستحوذ عليها على قدر إحاطتنا بها، لكن الذات الإلهية لا يمكننا ذلك. القمر نراه أن نحيط به، لا نحيط به كله، هناك أجزاء كثيرة لنا نرى منه شيء يسير، هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذا في الحياة الأخروية. أما في الدنيا فكتب الله تبارك وتعالى أن لا يراه أحد. ولما طلب موسى أن يرى ربه تبارك قال ربي أرني أنظر إليك، تجلى للجبل، قال انظر إلى الجبل، الجبل عظيم جمال، فإن استقر مكانه، إذا استطاع أن يصمد هذا الجمل الصلب الشاهق لتجليات، فسوف تستطيع أنت أيضا ذلك. فلما رأى أن الجبل لم يستطع صعق موسى، فلما أفاق علم أنه لا يمكن إدراك ذلك وأنه لم يهيئ له بعد. إذا الله تبارك وتعالى أعظم من أن يتجلى لمخلوق ممن خلقه، إلا أن يتجلى كما شاء. وكما بينا في حق جبريل أنه إذا رأيناه، إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما يرى منه إيش؟ جزءا، وما زاد من خلقه فهو عمي عنه لا يراه. فإذا تجلى لنا ربنا عز وجل فنرى منه ما نحن مهيئون لرؤيته، أو يسمع موسى ما هو مهيئ لسماعه. وقد ثبت في الآثار الصحاح أن الله عز وجل حينما يدخل أهل جنة الجنة جعل الله وإياكم من أهلها سوف يقرأ لهم القرآن. هذه لذة ما بعدها لذة ونعيم،
ما بعده نعيم. يسمع المؤمنون كلام الله منه سبحانه وتعالى. وهنا سيكون أهل السعادة المعتقد الصحيح أشد نعيما وسرورا، لأنه يتحقق لهم ما تعلموه ودرسوه وما جاهدوا أنفسهم فلم يؤولوه، وإنما علموا أن لهم موعدا مع هذا الصوت الذي لا يمكن أن يشبهه صوت على الإطلاق، كما بينا في القاعدة لا شبيه له، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. طبعا المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، أن الله خلق القرآن، خلقه وأنزله للناس يقرؤونه. الأشاعرة قالوا بأنه ليس بمخلوق بهذا المعنى، لكن هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، يعني دبلوماسية كما يقال. والنتيجة أنهم خلقوا، لم يصرحوا، لكن استخدموا ما يستخدمه أهل السياسة، فقالوا هو عبارة أو حكاية، والنتيجة أن الله لم يتكلم به. وهذا فيه إثبات العجز والنقص والعيب، يعني لو كان في حق المخلوق. يعني القاعدة عند علماء السنة أنه ما كان عيبا ونقصا في المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى أن ينزه عنه، أولى. المخلوق إذا قلنا هذا به، هذا أبكم وهذا متكلم، فالبكم هنا صار صفة عيب ولا صفة مدح؟ عيب. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال إني سقيم، وتالله لأكيدن أصنامكم، في سورة الأنبياء، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، يعني كسرهم تكسيرا، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، اسخر منهم إبراهيم عليه السلام. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني ربي الذي يعبده ينطق يتكلم، أما هؤلاء فلا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال العلماء وصف آلهتهم بالعجز، أنواع العيب، ليدلهم على الكامل الذي اتصف بالصفات العليا هو الله تبارك وتعالى. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني أنتم ظالمون، تركتمهم دون حراسة فوقع لآلهتكم ما وقع. هم يسألونهم الحراسة وهم يحرسونهم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حتى الكلام ينفعكم، لا يتكلم، كيف ينفعكم يضركم؟ فلما أعياه الحوار، أنا في سورة الأنبياء جاء مختصر شوية، ماذا قال؟ أف لكم. هالكلمة لا يقولها الداعية إلى الله عز وجل، ولكن إذا استوفى مع القوم إنسان تقول له، فوجدت أن عليه عمى، كتشدو كترجو شي شوية، شوية الرج حتى يستيقظ، فإذا وجدت أنه سيهلك فتخاطبه بكلام لم يعهده منك، قل أف. سبحان الله، كيف أنت تقول لي أف؟ أنت العالم الفاضي تقول لي أف؟ تقول نعم، لأنها محتاجها أنت، تحتاجها أنت حتى تفيق من سطوة الشيطان. كما قال أبو بكر رضي الله عنه لسهيب بن عمر لما قال مص بضر اللات، كلمة قبيحة شوية لكن قالها في موطنها، أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها بهذا القدر، لأنها جاءت في محلها، لما قال لا أرى إلا أوباشا أو أوشابا خليق بهم أن يفروا ويدعوه. هو يصف الصحابة أنهم أوباش، وأنهم ليسوا رجال، وأنهم إنما هم أصحاب المصالح. فأبو بكر رد عليه بهذا الرد القوي، بمعنى أن هذا الكلام جعلنا لا نتمالك أنفسنا
بأن نرد عليك بأنك قلت كلام يعني نزلت إلى أسفل سافلين. ولذلك ماذا قال له سهيل؟ قال لولا يد لك عندي في يعني في الجاهلية لرددت عليك، ولكن هذه بتلك، لكن النعيم كامل اللي كان اعطيتيني وقدم بيني وبينك انتهى الأمر، هذه المرأة كافية. لنستدل على أن الآلهة التي لا تنطق أنها عاجزة، إذن فالله تبارك وتعالى يتكلم وينطق. ولذلك قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى سأصليه سقر. لماذا سأصليه سقر؟ قال الله عز وجل ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر. فقال بأن القرآن كلام البشر أي مخلوق. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر عليها 19. إذن الله عز وجل يتكلم، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، تكلم به الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، أمر القلم أن يكتبه ونزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم من بيت العزة صار ينزل إيش؟ منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. وفيه مراعاة التدرج، لأن العلم يراعى فيه الوقائع والأحداث، وقع حدث إفك نزلت فيه، وروعي فيه أصلا إيش؟ التدرج، لأن أحيانا ينزل القرآن دون حدث، ما في حدث، تنزل آيات الأحكام بدون حدث، مثلا الصيام ما كان في حدث، نزل السنة الثانية هجرة وجوب الصيام، تحريم الزنا بدون حدث، تحريم شرب الخمر مع أنه كان شائع، لكن روعي فيه التدرج. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقال لا نترك الزنا أبدا، لا تشربوا الخمر لقال لا نترك الخمر أبدا، لكن تدرج بهم الإيمان وأخلاق والفضائل إلى أن تربوا على الإيمان، فلما آبوا إلى المدينة نزلت الأحكام الأخرى. إذا القرآن كلام الله نزل منجما ومفرقا، وقرأه الله تبارك وتعالى وسمعه جبريل، وجبريل تلقاه وأسمعه محمدا عليه الصلاة والسلام كما سمعه من ربه تبارك وتعالى، وتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام وأداه إلى صحابته الكرام كما سمعه، فحفظوه ودونوه. والحمد لله معروف مراحل تدوين القرآن الكريم، ودونكم كتب التي كتبت في علوم القرآن، فقد فكان البرهاني الزركشي وغيره من الكتب التي كتبت كالإتقان السيوطي، فإن فيها بيان شاف كاف لمراحل تدوين القرآن الكريم، مراحل الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه، ولا زال غضا طريا إلى زماننا هذا يحفظه الصغير والكبير. إذا ليس بمخلوق فيبيد، لأن كل مخلوق كل كلام مخلوق سيبيد وينتهي ويضمحل، أما كلام الله لا ينتهي سيبقى، هذا الكلام سيبقى. إذن هذه صفة، لأنه ليس له بداية وليس له نهاية، لأنه كلام الله. ولا صفة لمخلوق فينفذ، كلامنا نحن ينفذ، إنسان لو قلنا ألف موضوع يكتب حتى يشبع صافي 400 500 600 صفحة انتهى كلامه في الموضوع، يقول لك بما لا مزيد عليه. أما كلام الله فلا ينفذ، ولو كانت هناك من أنواع المداد بحور والأشجار أقلام لما نفذت كلمات الله. إذن فهو ليس من صفات المخلوق، فمن قال أو زعم أنه مخلوق فقد افترى على الله إثما مبينا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله عذب وهو ابتلي في هذه الفتنة، ومن حقه علينا أن نذكره كلما تحدث عن هذه العقيدة، لأنه هو الذي نصرها رضي الله عنه ورحمه. فكان يقول لبشر هل تجد في القرآن الكريم كلام الله مخلوق؟ فيقول بشر لا، يقر أنه غير موجود هذه اللفظة هذه الزيادة. يقول له هل تجد في القرآن كلام الله غير مخلوق؟ يقول له لا.
قل إذن أسكت نسكت، أسكت أنت عن قولك القرآن مخلوق وأنا أسكت فلا أقول غير مخلوق، لكن إن أضفت مخلوق أضفت لك ما ينفي هذا الباطل، كما قلنا على الشبهة قبيلة لحسب الشبهة، لما تريد الشبهة نرد عليها بقدرها، لم تريد نحن في غنى عن الاشتغال بها. وهؤلاء ابتلوا أمسكوهم علماء كثر، منهم يحيى بن معين، ما ذكرناش قصة ديالو وإن باختصار أن قلت لهم حق علينا باش نذكرهم في هذا المقام، لكن باختصار يمكن الإنسان يرجع إلى ذلك في مجالات أخرى. فقال الإمام أحمد رحمه الله لما أدخل السجن هو مجموعة من أهل العلم، أمسكوا أحدهم فقالوا له كيمتحنوهم القرآن مخلوق ولا غير مخلوق مباشرة، قل. فقال لهم أحدهم القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الأربعة مخلوقة، هو يقصد الأربع أصابع هذه يسمى التورية، ها التورية. فخرج يحيى بن معين أجابه من القول بخلق القرآن، ويحيى بن معين كان إيش صديق إمام أحمد. فلما انتهت الفتنة وفي زمان متوكل أخرج إمام أحمد، وجاءه يحيى بن معين زائرا، فلما علم بدخوله ولى ظهره رضي الله عنه إلى الحائط، كان متكئا ولم يجلس للقائه ولا للحديث معه، يعني يغضب منه، هذا يسمى الهجر المشروع، ماشي الهجر ديال الصغار للكبار، هذاك ما سميتوش الهجر، هذاك سميتو الجهر، يعني كتلقى واحد صغير قزم كيهجر واحد كبير، هو من المتضرر في الحقيقة الصغير ولا الكبير؟ الصغير، يعني الابن يهجر أباه، الابن يهجر أباه من عجائب الأمور، العبد يهجر سيده، غريب. فالمهم هجره لم يكلمه، فيقول يا أبا عبد الله أليس لنا في حديث عمار مندوحة؟ إن عمار لما أوذي وكذا أجاب ونال منه الكفار ما أرادوا، فقال ما يعني أراده من الكفر، فلم يكلمه الإمام أحمد، وهذا أشد عليه وينتظر الجواب في برد، يقول على الأقل أجابني ولم يجبه. فخرج يحيى بن معين وكان حاضرا معهم ابن الإمام أحمد عبد الله، فلما خرج التفت الإمام أحمد وقال لابنه أي بني هل تسمع ما يقول؟ قال وهل عرض عليه ما عرض على عمار؟ يعني هو يستدل بعمار، هل مساه القوم بعذاب كما مس عمار؟ عمار حتى تعذب وذاق ما ذاق، عاد خذ بالرخصة. فلما خرج عبد الله لقضية حاجة أبيه وجد يحيى بن معين ينتظر في الباب، قالوا ها ماذا قال؟ ها ينتظر، قالوا يقول لك وهل عرض عليك ما عرض على عمار؟ قال لله ما أفقهه، لله ما أفقهه، يعني أحس بخطئه رحمهم الله أجمعين. المقصود أنهم صبروا واحتسبوا، والإمام أحمد وقعت له مسائل كثيرة سبحان الله في هذا في هذه الفتنة، منها أنه ضعف يوما ما لما أرادوا أن يجلدوه وخاف على نفسه، قال فثبتني الله تبارك وتعالى بأحد السجناء، فقال له واحد معود يدخل السجن، قالوا يا إمام والله ما هي إلا الضربة الأولى فيغمى عليك فتنسى كل شيء لا تحس، قالوا أنا مجرب، قالوا أنا في الباطل أما أنت في الحق فاصبر، قال فثبتني الله بكلامي أيما ثبت، يعني شوف من يقول الإنسان شجاع ولو في الباطل الشجاعة تنفعه. دابا التسجيل كيخلينا نتحفظوا بزاف ديال الحوايج.
ولا تسجيل، لا قلنا مسائل اللي هي مفيدة ما فيها شي حاجة اللي هي لكن مضت، لكن باختصار أحدهم، أحد الناس، أحد الناس فتن في بعض الدول العربية الإسلامية، ولما كان في مجموعة، المجموعة لما جمعوا وسألوهم كذا في يوم الغد، جاءت هذه المجموعة ما بين حليق للحيته ومسبل لإزاره ومدخن لسجارته، يعني بسرعة. فهذاك الأخ لما رآهم قال سبحان الله من أنتم؟ قالوا نحن فلان وعلان. قال بالأمس لماذا أنا؟ قال والله نخاف، نخاف منا، نخاف من المساءلة ومن. قال أنتم في البداية ما زال ما كاين والو، يعني حتى تدخلوا بعد دخلوا بعد المعمعة ويسأل يقول يحل الله تبارك وتعالى. وحدث لأحدهم أنه كان يلعب رفع الحمل الأثقال حديد، كان أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله كان أحد الأبطال المصريين يحمل الأثقال، اسمه نصير، وحصل على ميدالية. فيقول له بعدما أطال في الحديث، قال قل لي يا نصير وأنت بر صادق، كيعدد لي بعض المسائل في الشعر إلى أن قال قل لي يا نصير وأنت بر صادق، هل حملت يوما ضيفا ثقيلا؟ وبدأ يعدد لي الهموم، هل حملت كذا كذا؟ قال تلك هموم الدنيا وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فصار ضئيلا. يعني كتلقى تبارك الله في الجسم، ولما دخلهم قال لهم وانا ماشي معاهم، قال له هذاك اللي دخلهم، قال له انت اللي زعما غتحمل العصا عليهم وكذا كتقولوا ماشي معاكم. يعني المقصود ان الانسان الشجاع ينتفع بشجاعته بمواقفه، ما قدره الله سيقع. طبعا ليس معنى ذلك يكون انسان متهور، يعني ماشي هو انا شجاع ويمشي عند امام الاسد، لا، الانسان يقدر القوه ديالو، يعرفها يقدرها، لكن يكون حكيم. اذا فالامام احمد رحمه الله صبر واحتسب، وكان كبيرا في السن، يعني ماشي شاب، كبير في السن، وتغرب وسجن وعذب وحمل على البغال وعلى الحمير من مكان الى مكان وبالاغلال والاصفاد. فلما كنقول امام السنه لم ينل هذا اللقب جزافا، انما استحقه، ولأنه دافع عنه علما وعملا رحمه الله تعالى، والحقنا به غير مبدلين ولا مغيرين. إذا المقصود أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، بل هو تكلم به على الحقيقة، وأن الله تبارك وتعالى أراد بهذا القرآن أن يتلذذ به التالون ويزينوه بأصواتهم. قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، اقرؤوه ورتلوه وجودوه وحسنوا أداءه حتى تستملحه النفوس ويشنف الأذان والأسماع، ليكون أعظة وشفاء وذكرى للمؤمنين. قال الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإيمان بالقضاء والقدر، قضاء الله وقدره سر الله الكتيم في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. القضاء ما قضي جملة، القدر آحاده، ما يقع لنا الآن نحن القدر، وهو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. مراتب القدر العلماء كما قلنا مراتب الربوبية، نقول أيضا مراتب القدر، يعني حتى نفهم المقصود بالقضاء والقدر لابد من عناوين، أن عناوين أربعة تبين المراحل التي تكون منها القدر والمقدمات التي ينبغي اعتمادها في لفهم هذا
الركن من أركان الإيمان. أول ما فعل الله تبارك وتعالى أنه علم كل شيء ويعلم كل شيء، فما سيقع وما لم يقع لو وقع كيف يقع، وما كان ما وقع حتى الماضي بالنسبة لنا احنا غيب لا نعلمه، والمستقبل والحاضر والظاهر والباطن يعلمه الله تبارك وتعالى. إذن علم الله عز وجل لا يستدل به على المعصية ولا على الطاعة، فلا يتعلل السارق ولا يتعلل المطيع، علم الله عز وجل ما سيكون. ولذلك حديث القبضة الذي تحدثنا عنه أنه قبض قبضة فقال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي، بعلم وليس عن جهل، ويعلم كل من سيدخل الجنة، فرغ الله من العباد، لكنه أراد إقامة الحجة عليهم. ولو أن الله عز وجل لم يرد هذه الحياة الدنيا أصلا وخلق الخلق ووضع بعض هؤلاء في الجنة وفي النار لما كان ظالما لهم أبدا. ولذلك بعض الناس يقول لك سبحان الله ما عرفش علاش هذاك ما سلمش، للأسف يتأسف، ليس يتأسف من باب الأسف النبوي الدعوي التربوي، لا، يتأسف من باب القضاء والقدر، هذاك هناك أنا مسلم خصو يكون مسلم أنت لست أعلم به، أو العكس يشوف عاصي يقول ما عرفش هذا مسلم قاع، إياك، لأن الله عز وجل أعلم بما يريد وأعلم بخلقه، فإياك أن ترى بالموازين الظاهرة دون الموازين الباطنة، فالقضاء والقدر اعتباره للموازين إيش الباطنة. ولذلك كنش نقولوا إحنا إنما الأعمال بيش بالخواتيم، خلي النيات إحنا في القضاء والقدر، النية راه ديالك، إذا إنما الأعمال بالخواتيم يعني الخاتمة، وما سيقع لا يعلمه إلا الله، اجتهد أنت افعل ما تشاء لكن لا تزكي نفسك ولا تزعم أنك أنت أتقى الناس وأفضلهم وأنك ضمنت الجنة، إياك. يعني عامل بعض الشباب كتلقاه من نهار فتح عينه هو تيحكم مبتدع ضال كذا كذا، هو معه واش هو اللي هز بيستولي كيضرب عباد الله وينسى نفسه، إياك. وبعض الناس يظن بأن الله تبارك وتعالى يحبه، أنا محبوب عند الله عز وجل. سمعنا واحد المخرف راه مات في صقلية، جلس مع دوك الجماعة دي قال لهم هذا الملك ديال الشمال ما عاد يكتب، صافي انتهى، أمسك القلم. هو قال واحد الكلمة خطيرة جدا، سب الدين وسب الناس وسب العلماء، كلام خبيث. فقال له أحدهم كيف أنت يعني شيخ وكذا وسب؟ قال له أنا نقول اللي بغيت، لأن هذا الملك بقاش يكتب. المهم احنا نبين أن هذا ممن يتألى على الله. على العموم الذي أردت أن أبينه هنا في القضاء والقدر أن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. المشركون لما يرون العذاب يوم القيامة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال الله تبارك وتعالى في سورة السجدة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال سبحانه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، نحن لا نلعب، ليس هذا لعب، ليست الدنيا محل لعب حتى نعيد الكرة مرة أخرى وغيرها، لا، أعطيناك وأعذرناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لقد أعذر الله إلى رجل أمهله حتى بلغه 60 من عمره، 60 عام ومع مرسول لبحث ماشي يوم قيوة ربي لم أسمع لا أعلم جاهل، 60 عام كافية، حتى لا ما عرفتش بطرق أخرى العمر كافي أن يعلمك التجارب السن، يعني المراحل مريتي منها بالصغار الشباب كهولة رجولة شيخوخة، إذا ما
أخذت الاعتبار. أو لو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. شيب شيب والنذير. إذن لا بد من أن نعلم أن الله عز وجل أقام الحجة بهذه الحياة الدنيا، ولو شاء لا قال هؤلاء في الجنة في النار وانتهى الأمر، لكنه أراد أن يقيم الحجة. والحجة قائمة بالعقل ولا بالنقل؟ ها النقل. أيوة ها بالعقل والنقل. أيوة بالعقل والنقل يعني معا. طيب إذا استقل العقل هل تقوم به الحجة؟ لا تقوم. دليل ها عن المجنون حتى يعقل. هو هذا راه يثبت باش ينفي، هذا يثبت المعنى. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعتزله دابا حنا في الدول العربيه تيقول لك المعتزله وندرسوا، والمعتزله تكفيريون ارهابيون خوارج. المعتزله يقول لك قامت الحجة على العباد بالعقل فلا نحتاج إلى النقل. يعني هاد الناس كلهم اللي كتشوفوا الحجة قائمة ولو لم يصله شرع ولا دين، ولكن الله رد عليهم أقوالهم في أفواههم وقال لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خرفوا كما تشاءون، فصاحب العذاب هو الله، والذي يعذب هو الذي يغفر ويتجاوز، ليس الأمر بأيديكم. إذا الذي يقرر هو الله لست أنتم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغه الرسالة ولو نظر بعقله واكتشف ما اكتشف فهذا لا يؤدي. ولذلك الذي يصل إلى إدراك وجود الإله وبعض المسائل بالعقل لا ينتفع كما ينتفع من أدركه بالنقل. المعتزلة عندهم واحد العقيدة معروفة تسمى بالتحسين والتقبيح العقليين. اكتبوها هذه عليكم. التحسين والتقبيح العقليين. التحسين والتقبيح العقليين معنى ذلك أنهم يقولون أن ما رآه العقل حسنا فهو الحسن، وما رآه قبيحا فهو القبيح. باش نردوا عليهم، شكون يستطيع رد على هذا العقلاني؟ دابا حنا مثلا ملي كنقولوا هذا جيد وهذا غير جيد، العقل يدركه ولا لا؟ يدركه العقل. الناس سوارثوا هذا، الفرنسيون يقول كذا بون هذا موفي، هذا خوت هذا سليخت، معروف هذا المعاني كاينه مستقره في العقل في الأعراف ديال الناس. كيف نرد عليهم بأن العقل ليس هو الذي يعتبر تحسينه وتقبيحه؟ ها من يستطيع؟ أيوة أحسنت، المنزع جيد لكن أعطيني وجه الدلالة. ها في هذا وغيره، المهم هذا دليل، هو 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 صعيب باش تجبدوا من هذا الدليل، لكن انا ظننت انك عرفت الجواب، اذا حاول انك تعطيني الجواب حتى اطمئن الى السيد الذي حسن وما صحيح. متفقين. طيب الدليل باش هما باش تكلموا بالعقل، خصنا نردوا لهم حنا بالعقل، حنا جبنا الشرع. طيب رانا بالعقل بتثبت لي. بالعقل أيوة. لا هذه الآية في هذا المقام صعيبة، لأن احنا قلنا جمع بين العقل والنقل، فإذا النقل غير صحيح، هو العقل ما رآه حسن أو قبيح صحيح لم تفخن معه، لكن احنا قلنا ما يستقلش حتى لا تقوم به الحجة. أيوة. طيب نعطيكم قرب لكم الجواب. لو أن شخصا قال أستحسن أن نصلي بهذه الطريقة قبل ورود الشرع، هل يكون ذلك سائغا بالعقل؟ وكنصليه بالطريقة الفلانية ما عندناش شي دليل،
هل يجوز نصليه في شرعنا؟ بلغنا أن هناك إسلام وراك يصليه كيف ما عدناش غنجتهدوا احنا بالعقول ديالنا ونديروا طريقة ونصليه بها يجوز؟ أجيب لا يجوز لا يجوز. أيوه لا 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 عموما عموما المقصود محتل أو نطير في هذا الباب. العقل يقول بأن هذا خير وبأن هذا شر، نحن معكم أيها العقلاء إن كان لهم عقول. هل يدرك العقل ما جاء به الشرع من أن هذا الذي تقولونه هو حسن وجيد فيه ما هو واجب وما هو مستحب وما هو نافلة وما هو فيه حسنة كاملة وحسنة واحدة؟ هل يدركه العقل؟ لا يدركه العقل، إنما أدركناه بإيش؟ بالنقل. واضح الصورة هنا؟ إذن نحن معكم هذا، لكن تحقيق هذا فرض وهذا غير فرض وهذا نهي وهذا أمر لا يدركه العقل. ثم في التفاصيل والجزئيات كما ذكرت الآية ذكرت قبل قليل، قد نحب شيئا ونعتقد أنه خير ولكنه ليس هو الخير، هذا النسبي، هو شر في الظاهر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هو خير في الشرع لكن في الظاهر في العقل إزهاق النفوس والأرواح. وعسى أن تكرهوا شيئا للآية الأخرى ويجعل الله في خير كثير، هذا كان قوله لمن سياق الآية فجأة النساء سورة النساء. إذا فاش النساء الزواج أحسنت. عسى أن تكره هذه المرأة بخلق ما، لكن امرأة مؤمنة فيرزقك الله منها إيش؟ شنو هو الخير؟ أولاد صالحون. أحسنتم. إذن العقل لا يدرك ذلك ولا مدرك له في هذا الباب. إذن حينما نقول أن قضاء الله وقدره أمر وسر كتيم، لا يمكن الإنسان يقول المثل الذي ضربه المعتزلة، قالوا أن المثل ديال القضاء والقدر كمثل المعلم أستاذ يقرر الطلبة فيقول لفلان أنت سوف تنجح وأنت سوف ترسب فيقع كما قال، هل هذا هو القضاء والقدر؟ هذا قياس مع وجود خوارق وفوارق. أولا لأن هذا الأستاذ علمه علم نش مكتسب ومحدود. ثانيا هذا القضاء والقدر اللي كنتكلموا عليه هذا غير مكتوب بالنسبة لي هو، أما هذا مكتوب ومفروغ منه. ثالثا بأن هذا الأستاذ لما يقول سترسب وتنجح قد يرسب الذي قال أنه ينجح وينجح الذي قال بأنه سوف يرسب، هذا شيء واقع لنا. إذن فهذا المثال لا يصلح لأنهم حصروا قضاء الله وقدره في العلم المكتسب، وما علم الله فليس مكتسب وقديم قدم الذات. إذن أول مراتب قضاء وقدر قلنا هو العلم، الثاني الكتابة، أن الله عز وجل خلق قلما، ما ندري القلم من ذهب من خشب لا يهمنا ما لا يفيدنا علما، قلم، فقال له الله عز وجل اكتب، أشد القلم قد الشجرة أقل من الشجرة الله أعلم، لكن أمره الله قائلا إياه اكتب، فقال القلم، تكلم القلم. القلم جماد ولا متحرك؟ جماد. كيف للجماد أن يتكلم بأمر الله؟ أحسنت. الجماد يتكلم ويتحرك وله إرادة، قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وأما الجدار فوجد فيها جدارا يريد قد لقى جدار يعني كتقولها قريب يطيح ما بغاش يطيح، الجدار أعطاه الله إرادة، هذا يبغي يطيح حتى هو يطيح. قد لقى إنسان مريض مريض وكتقول سبحان الله مريض ما بغاش يطيح، هو ما بغاش يطيح لكن إلا بغى إلا كان على سبة غايشد فراش وينعس هو يقول أنا مريض عيان. فالإرادة شيء آخر ليس ما نراه ليس هو الظاهر. يقول الخطيب البغدادي وهذه زلة عالم، يقول معلوم أن الجدار لا إرادة له، يعني أولها إذا وصلت إلى الخطيب البغدادي
ما يدقوا الخطيب بغدادي أول لا، أي زلة عالم تسطر عليها تقول غفر الله له ورحمه الله تعالى وكتزيد. هذا هو دأب طالب العلم، ماشي يقول آه لقيت لكم واحد الزلة كبيرة آه خطيب البغدادي شو شنو دار، يعني جيتنا بعلم وفير ما شاء الله، الناس يفرحون، الناس إلى الدين أفواجا، وهو يفرح بخروجهم أفواجا ويخرجهم أفواجا، سبحان الله تناقض. إذن هناك إرادة، والله تبارك وتعالى قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كي، قال ما اكتب، لم يقل لا اكتب. ليس لاحد ان يعترض على قضاء الله وقدره، ولذلك لما قال الله تعالى ان زيد تقول يعرف المنزع عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها تنعل، ما شنو كيفاش نوجهوا هذه تمتنع المخلوقات عن تحمل ما امرها الله بتحمله عصيانا. ها من يفسر؟ لعظم الحمل، لكن فين غنتمسوها؟ زيد الايه بين الحمل اشفقنا منها واشفقنا منها. اذا ابائهم لم يكن امتناعا وانما اشفاقا خوفا من عدم تحملها. الله عز وجل أعطى المبرر، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، يعني قالت الجبال والسماوات يا رب راد الأمانة وصعب علينا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وحملها الإنسان. إنه كان صفتان خطيرتان ذميمتان، الظلم والجهل. إذا تزوج الظلم مع الجهل كيولد فرعون، صلى الله عليه وسلم. وإذاك متلقى شي واحد متكبر 100% يقين عنده الظلم وما الجهل فهو رأس ماله، لأن الإنسان إذا أراد أن يتحمل الأمانة على حقيقتها كما تفعلون أنتم الحمد لله، نتعلم طالب العلم يرفع عن نفسه الجهل، علاش؟ حتى يتحمل الأمانة على وجهها. أخلي سول البارح لا أدري أين هو على واحد الجماعة معينة، لاش نقوله خصوا يتعلموا، غادي نخرج ندعو أكونوا على علم، نتعلم نعم وأدعو إلى الله تبارك وتعالى. والظلم إذا لم أكن على علم سأظلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض، طيب قاضيان في النار، قاض عرف الحكم بغير الحق وحكم به، يعني هذا عارف متعمد، وقاض جهل الحكم بالحق وإن وافقه وإن قضى به أو بغيره وخقض به لكن لم يعرف الحق من غيره جهل، فيكون الظلم من الأسباب التي تتحصر من الجهل. إذن الله تبارك وتعالى قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة فكتب. إذن المرتبة الثانية هي الكتاب، ما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا ما يتعلق بالنسخ هذا ليس في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب فيها كل شيء، فيها أن فلان سيفعل كذا ثم يفعل كذا فنزيده في العمر، أو يفعل كذا فنقص الله من عمر، أو يفعل كذا فنفعل له كذا، هذه كلها موجودة، التغييرات كلها موجودة في من يعلمها الله. أما الملائكة فهي لا تطلع على اللوح المحفوظ، إنما يعطيها الله تبارك وتعالى التقدير الحولي. هذا مبلغ من العلم، السنة ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إذا الله عز وجل يجمع الملائكة اللي مكلفين يقول لهم هذا فلان هل اللي عنده هالسيرة الذاتية ديال السنة ديال، ماذا بعد ذلك؟ ليس لكم إلا هذا. إذا الكتابة مش ما نستفضوش بزاف. المرتبة الثالثة الخلق، أي أن الله تبارك وتعالى ما يخلقه وما خلقه وفق ما كتب، أي ما في الرقم رسم وما عند الإله علم. هذا الخلق ليس عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيش إلا بالحق. إذن ليس هناك لعب، ليس هناك
هزو. بعض الناس يقول لك الحياة وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو. إيه لاعب ولهو باعتبار، ولكنها بحق باعتبار آخر. الأخلاق دار اختبار. إن اشتغلت بملذاتها وشهواتها ونسيت أن هناك لقاء مع الله عز وجل، نعم هي لاعب ولهو. وأما إن استغللتها في الطاعة وفي العبادة وفي المعاملة بالإحسان وفي صلة الأرحام ونفع الناس عموما جميع أوجه النفع، فأنت فعلا قد حققت مراد الله تبارك وتعالى. إذا الخلق خلق الله تبارك وتعالى وفق ما علم وفق ما كتب. المرتبة الرابعة والأخيرة المشيئة. والمشيئة تنقسم إلى قسمين، أولا باعتبار الخالق والمخلوق، الله له مشيئة نافذة وهي المرادة في مراتب القدر، وهي منقسمة إلى قسمين بدورها، ومشيئة العبد وهي تابعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. المشيئة اللي أعطانا الله عز وجل نحاسب عليها، إن أحسننا نثاب وإن أسأنا نلام ونعاقب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. إذا وفقك الله الخير احمد الله، واعلم أن الله قد خصك به وسبق في علمه أنك من أصحاب السعادة. الله عز وجل لم يخلق الخلق جامدين ما مكتفين، لا خلقهم إيش؟ بإرادة، أعطاك إرادة أعطاك عقل، وهديناه النجدين، وأعطاك عقلا تدرك به ما ينفع وما لا ينفع، وفطرة تجرك إلى الحق جرا وتدلك عليه. إذن هناك كما يقول صاحب الطحاوية، هناك إيجاد وهناك إمداد وهناك إعداد. فأما الشقي فإن الله يمسك عنه إمداده، لكن الإمداد اللي هو التوفيق ماذا يفعل الله عز وجل؟ يكيله إلى نفسه فيمسك عنه الإمداد. طبعا إذا أمسك الله عنك إمداده إيش؟ أسأل الله السلام والعافية. ولذلك المسلم يقول دائما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء مهم يدعوه الإنسان في الصباح والمساء. مشيئة الله تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. مشيئة الكونية اللي هي الإرادة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون كونا. إذا الله عز وجل إذا أراد شيئا كونا خلقه، خلق الطاعة والمعصية والخمر واللبن والماء والعسل، خلق الزواج والزنا، خلق العفة وضدها، هذه كلها مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، أرادها كونا. وأراد في الكون أن تكون هذه المتقابلات المتضادات، وهنا حكمة أقف عندها مهمة. بعض الناس لما يلتزم الشباب كيلتزم في البيت كيعرف شي شوية كيفهم، تقول لك خصني هاد الدار هاد البيت ديالنا ننقيه من جميع المخالفات، يبقى حادي باه حادي امه حادي خواتاته، ها دير لهم داك المراقبة يعني 24 ساعة 24 ساعة ما خصهمش يغلطوا. وهو نسار صويل البارح كان ها في الفضائح والمصائب، هذا غلط. يعني أن تقضي على الشر بأكمله مستحيل، مستحيل أن تقضي على الشر. وابدأ بنفسك، إن قلت لي بأنك لا تعصي الله أبدا أبدا نشوفك سيدي ونستدل بك ونديرو تنتا عنوان ونرى المقاييس العقيدة نحيد وما بقاش خدام. وإن كنت تقول لا أنا أقع في المعصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مثل كل مسلم، معنى الكلام معنى الحديث، إلا وله ذنب لا بد أن يقع فيه لا يفارقه. كل واحد عنده معصية كيتبتلى بها، لا بد لكل واحد منا معصية تبتلى، اختبار
معناه تبتلى بها ماشي يدي خصو يديرها يقول مزيان تقدر ندير معصية، لا معناها انه سيبتلى ويختبر بها. لما يقول لك ان المرأة خلقت من ضلع ماشي باش تعير تقول لا ضلع عوجها، لكي ترحمها وتعلم ضعفها وخفة كسرها رفقا بايش الكاس هذه الحناء يترس ولا يبقى يترس، لكن هذا الميكروفون راسه قاصح بقات له يبقى هو الميكروفون حتى ترفق. إذن انت لك ذنب يختبرك الله عز وجل، تجاوزته احمد الله، وقعت فيه استغفرت الله احمد الله، حيت كاين اللي يوقع فيه وما يستغفرش ولا يتوب، فان كنت ممن يتوب فاحمد الله على التوبه، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن حتى نختم هذه الجزئيه في خمس دقائق ان شاء الله. المشيئه قلنا تنقسم الى قسمين، مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه. المشيئه الكونيه هو ما اراده الله كونا وما خلقه الله كونا، فنستفيد ان الله عز وجل اراد ان يكون الصراع بين الحق والباطل، ان تجتهد ان تغير المنكر كما تستطيع، لكن ان تحاول ازالته بالكليه فليس لك ذلك اطلاقا او النسبه. من حيث النسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع إذن لا يمكن أن تغير، لو كان يغير مطلقا لقال غيره بيده. ولقضينا على إبليس ولقتله الله تبارك وتعالى، لكن الله أراد أن يكون ذلك كونا للابتلاء والاختبار والامتحان كالأمراض والأوجاع والأسقام وغيرها. وهناك مشيئة شرعية ما أحبه الله، وهي الصلاة، صلاة الجماعة مثلا، صلاة الجماعة كما بينا ونتوقفوا عند ثلاثة دقائق اللي بقات. قربت دائما المسألة التعبدية والعملية بالمسألة العقلية، يعني هي الباعث والمحفز. بعض الناس يقول لا عندي الوقت نمشي نصلي في المسجد، ها وهذاك المسجد ما تيعجبني امشيش لي اصلا. فالانسان يتخير ويشتهي وهو والقناة ديالو. استجب يا فلان لله ورسوله، استجب على الطريقة اللي بغيت انا ما ارى انا، كان فهم انا الطريقة ديالي، لا يكره في الدين، عنده فهم ديالو بوحده، يشد الآية وتدير لها هكا 50% ويفهموها. طيب المسجد لماذا جعل المسجد؟ جعل المسجد لأجل إقامة ذكر الله وإقامة الصلاة في بيوت أذن الله. ما معنى أذن؟ أحب الله، شرع الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، يعني تمام الرجولة أن تأتي إلى المسجد، لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن صلاة الجماعة أمر أحبه الله تبارك وتعالى، وهو مما شرع، والذي يأتي للمسجد سيحبه الله وهو يحب الله، لأنه في ضيافة الله تبارك وتعالى. والمسجد بيت كل مؤمن يحضر إليه الصغير والكبير والمرأة والرجل والعبد والحر، لا فرق بين أعجمي ولا عربي ولا أحمر ولا أبيض إلا بالتقوى. فالمساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تقولش هذا مصري هذا جزائري هذا من الشمال هذا من الجنوب، هذه عصبية مقيتة. جاء الشرع لكي يبين نتانتها، دعوها فإنها منتنة. المسجد يجمعنا لنا في ضيافة الله عز وجل، والله عز وجل لا يفرق بين بالألوان ولا بالأموال ولا بالأجناس، إنما يقرب المتقين، ولذلك أقرب الناس إليه من هم في الصفوف الأمامية. لو يعلم الناس ما في صدر الله يحب أن ينظر إلينا، هذا جاء في الصف الأول قرب يعطيه، الصف الثاني الثالث، كلما كنت أقرب من الصف الأول كلما كنت أعظم أجرا وأكثر بركة. هذا اللي في الصف الأول. طيب اللي في الصف الثاني حتى هو لكن أقل، يوم الجمعة كاين الملائكة ما كنشوفوهاش كما بينا في قبل قليل، كتجبد واحد السجل كتكتب فلان بن فلان دخل الساعة الفلانية عنده كم أجر ديال الناقة. طبعا الناقة من يكون الناقة داك التقدير ديالنا حنا ماشي هو التقدير المادي، يقرب يعطيك تقريب، يعني الناقة راه في واحد الوقت كم كانت تساوي الناقة، ها وحتى الآن كاين الناقة داك الوضح داك البيض راه كتسوى 80 90 مليون الآن ناقة واحدة.
يعني كأنك أنفقت هذا المبلغ كله. أنت حضرت في الصفوف الأولى للجمعة، زيد الثاني الثالث الرابع كيسجلوا، ملائكة كيكتبوا الأسماء ديالك وأنت ما عارف، ولكن تجيت في الأول وحرصت. حضورك للمسجد فيه تكثير سواد المصلين والطائعين، وفيه أيضا تبكيت المخالفين. يعني كتشوف مثلا لو كان شي مهرجان ولا كان شي كرة القدم، كتلقى الملعب كيعمر ولا ما كيعمرش؟ كيعمر وبالفلوس، كتدخل رخيص. ها واخا كتخلص 10 ولا 15 ولا 20 ولا 30 في الشهر ولا في العام، هذا أمر يسير لا قيمة له. لكن كتدخل المسجد في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. والمسجد إن لم نحافظ عليه نحن، احنا قلنا بالأمس ولا زلت أكرر ونختم بها إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبل من آبائنا وأجدادنا، هذوك الناس شيوخ الله يحفظهم أجمعين اللي هم ساهموا في بناء المساجد السبعينات والستينات، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. ما نسوش أن هذا الخير الذي بدأوه ينبغي أن نتممه، مش نضيعوه، مش نعمروه، مش نتموه بإعمار المساجد. نجيبوا أبناءنا ونجيبوا نساءنا في المسجد، ونجيبوا رجالنا ونجيبوا نتعلموا ونقرأ ونصليوا، ونحافظوا على الجماعة. يد الله على الجماعة، ما تستهلش بالجماعة، لا تستهل بشي. وجودك في المسجد وحضورك مع الجماعة والله له أكبر الأثر في انشراح الصدر وفي الطمأنينة والسكينة وفي ذهاب الوساوس والأحزان. بعض الناس يظن أنه غادي يسمع الموسيقى وغادي يرتاح، أبدا. تسمع القرآن في جماعة، هذا الراحة ستجد مغبتها ولو بعد حين. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.